اكتر من 30 مليون مشاهده لاول محتوى لتبسيط الرياضيات في الوطن العربي في اقل من سنه. تعال احكي لك الحدوته. من 2017 لما بدات مجال تدريس الرياضيات لقيت ان الرياضيات هي بعبع الثانويه العامه، بل وبتمنع طلاب كتير انهم يدخلوا شعبه علم الرياضيات حتى لو كان الطالب ده عايز كليه هندسه او عايز كليه حاسبات. لما دورت على السبب لقيت ان الطلاب دي مش عارفه يعني ايه رياضيات اصلا واستخدامها على ارض الواقع، وكان دايما لما بسالهم عندهم جمله مقنعه جدا، هو انا هذاكر ليه حاجه انا مش بستخدمها اصلا في حياتي؟ من هنا كان اصرار اغير فكره الطلبه دي والمجتمع كله عن الرياضيات واقدم تطبيقات حياتيه للرياضيات وبنستخدمها في ايه كل يوم في حياتنا، وفسر كل القوانين بطريقه يفهمها اي حد ايا كان عمره او ايا كان مجال دراسته. وكعاشق للرياضيات اتولد جوايا حلم ان انا اوصل الفكره دي مش لطلبه ثانويه عامه بس ولا للمجتمع المصري بس، بل لكل العالم. بس في الوقت ده ما كانش قدامي غير طلبتي في الثانويه العامه، مجتمع صغير جدا اقدر اوصل له فكرتي، بس بابسط الطرق كنت بحاول اوصل فكرتي واقدم اللي اقدر عليه واقنعهم باهميه اللي بيدرسوه. والحمد لله خرجنا مهندسين وطلبه في جميع الكليات العلميه بتحب دراستها، والاهم فهموا يعني ايه رياضيات وايه علاقتها بكل المجالات اللي بيدرسوها. من سنة جات لي فكرة ان انا اقدم المحتوى ده لجمهور اوسع شوية على السوشيال ميديا، وبدأت بمنصة التيك توك، وكنت اول مدرس في الوطن العربي يشرح النوع ده من الرياضيات على التيك توك. في البداية سمعت كلام سلبي عن الفكرة وان التيك توك مكان مش منطقي تماما لمدرس انه يشرح عليه مادة علمية، وخصوصا مادة زي الرياضيات زي ما بيقولوا عنها انها معقدة. بس انا كان عندي هدف ووجهة نظر ان اكتر فئة انا بستهدفها هي فئة الطلبة والشباب الصغير اللي محتاجين جدا نوعيه باهمية العلم والتعلم، وخصوصا علم مهم جدا زي علم الرياضيات. وهي الفئة دي موجودة فين النهاردة؟ موجودة على ابلكيشن زي التيك توك، وهدفي كان الوصول للشباب دول واتكلم معاهم باللغه اللي بيفهموها. طب يا عم ده الفيديوهات بتكون صغيره ما بتعديش الثلاث دقايق، انت هتلحق تشرح معلومه في الرياضيات؟ كنت شايف ان احنا بقينا في عصر السرعه ومحتاجين المعلومه تكون محدده ودقيقه وتكون سريعه وبدون حشو، ومع ذلك تكون وافيه. بدات بشرح المفاهيم الاساسيه وبدات اجاوب على معظم الاسئله اللي تقريبا كلنا سالناها واحنا صغيرين، زي هو يعني ايه داله؟ يعني ايه صاد بيساوي داله س؟ يعني ايه لوغاريتمات؟ يعني ايه متجهات؟ يعني ايه جا وجتا وظا؟ هو انا هستخدم الكلام ده في ايه في حياتي؟ بدات اجاوب على ده كله واجتهد وادور اكتر واجيب معلومات عشان اقدر اجاوب على كل الاسئله دي بطريقه يفهمها اي حد في الدنيا. والحمد لله قدرنا نوصل لجمهور كبير جدا مش في مصر بس، في الوطن العربي كله، بمشاهدات ضخمه بالنسبه لمحتوى زي اللي انا بعمله ده. زاد اصراري وبدات اتكلم عن مفاهيم اكثر عمقا، زي يعني ايه تفاضل وتكامل، وايه هو علم الجبر ده، وايه الهندسه الفراغيه، ايه الاستاتيكا والديناميكا دول وبندرسهم ليه، بالاخص منهج الثانويه العامه لان ده شغلي الاساسي. وكان المحتوى بينتشر بشكل اوسع لحد ما وصلنا لاكثر من 30 مليون مشاهده على التيك توك واكثر من 140 الف متابع. وبدأت أقدم المحتوى ده على كل منصات السوشيال ميديا، ووصلنا في أقل من شهرين لأكتر من 2.5 مليون مشاهدة و25 ألف متابع على مواقع تانية. والأهم مكملين من أسلوبنا اللي بدأناه من 2017 مع طلبتنا على الأرض، وكل يوم بنطور من نفسنا ولسه مكملين إن شاء الله عشان نوصل رسالتنا. مع انتشار المحتوى بقيت أقابل بعض الزملاء المدرسين بياخدوا المحتوى بتاعي تقريبا بينسخوه بنفس الطريقه بنفس الالفاظ وبيقدموه وبينسبوه لنفسهم، ودي بصراحه حاجه كانت بتضايقني عشان ده اسمه تقليد وانتهاك لحقوق الملكيه الفكريه. لكن مع الوقت ما بقتش بتضايق، ولقيت ان الايجابي في الموضوع ان زمايلي دول بقوا بيساعدوني في الهدف اللي انا بسعى ليه اصلا من البدايه. اخر رساله احب اوجهها لطلبه الثانويه العامه دفعه 2023 2024، بوعدكم السنه دي هتشوفوا افضل اسلوب لتدريس الرياضيات الواقعيه واستخدامها على ارض الواقع فعلا وتطبيقاتها الحياتيه ومعنى كل حاجه واصلها زي ما تعودنا من زمان. اشوفكم على خير ان شاء الله.